مشاهدينا لسه بنتابع مع حضراتكم انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس وجامعات مصر. دلوقتي خلينا نروح لمحافظة سوهاج ونتابع فيها انطلاق الدراسة في مدارسها وكمان في جامعة سوهاج. تفاصيل أكتر هيعرفنا عليها زميلنا ومراسل صباح الخير يا مصر محمد رفعت. محمد صباح الخير. خير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. بالفعل منذ قليل دقت مدارس محافظة سوهاج أجراسها إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد وسط استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها كل أجهزة المحافظة لضمان انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. لعل الشيء الأبرز هنا في محافظة سوهاج وهو دخول 115 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام. هذه المدارس كانت هدية من المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة. هذه المدارس يعني ربما هي الدفعة الأولى من عدد كبير آخر للمدارس سوف تدخل الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المدارس وفرت ما يقرب من 1500 فصل جديد لاستيعاب كل طلاب هذه القرى وتقليل الكثافات، وتم إنشائها وفقا لأحدث الأكواد التعليمية. جامعة سوهاج أيضا يعني بعد قليل سوف يتم تحية العلم داخل حرم الجامعة إذانا أيضا بانطلاق العام الدراسي الجديد، يعني والذي سبقه يعني استعدادات عديدة اتخذتها إدارة الجامعة وكل العاملين في منظومة جامعة سوهاج لانطلاق العام الدراسي الجديد. للمزيد حول يعني انتظام العمل في جامعة سوهاج مع انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا فندم، وعام دراسي سعيد إن شاء الله عليك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، واسمح لي أن أنا أقول صباح الخير للأستاذة جمانة والأستاذ أحمد من خلال شاشتنا الأولى من التلفزيون المصري للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، وأهلا بكم على أرض جامعة سوهاج وبالتحديد على أرض المقر القديم في جامعة سوهاج الذي يحتضن 5 كليات من الكليات 17 التي تكون جامعة سوهاج والتي تستقبل اليوم في الأول من أكتوبر قرابة 70,000 طالب من الطلاب القدامى أو الذين تم تنسيقهم خلال هذا العام من مكتب التنسيق في مراحل التنسيق الثلاث الأولى والثانية والثالثة. كلمة فندم في البداية أن جامعة سوهاج هذا العام ربما العديد من البرامج الدراسية الجديدة تم ضخها هنا لجامعة يعني ترتبط معظمها بسوق العمل ومتطلبات الفترة القادمة. سؤال حضرتك هاتف جدا وموضوعي جدا الحقيقة في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة تسليح أبنائنا من طلاب الجامعات الحكومية بصفة عامة والتعليم العالي بصفة عامة، وجامعة سوهاج على وجه الخصوص الحقيقة لدينا كان 21 من البرامج التعليمية المميزة اللي بنسميها بالكريدت أورز خلال السنوات الماضية، أضفنا إليها هذا العام 7 برامج أخرى لكي نؤهل أبناءنا من الخريجين بمجموعة المعارف والمهارات التي تؤهلهم للالتحاق بالوظائف التي نسميها الوظائف البازغة أو المستحدثة في ظل الألفية الثالثة. الحقيقة مجموعة جديدة من وظائف ما كناش بنسمع عنها قبل كده، وفي كثير من الوظائف اللي كانت متداولة في سوق العمل في الألفية الثانية بدأت تختفي ويصبح لا وجود لها. كان لازم علينا تباعا ان احنا نحدث برامجنا ونستحدث المزيد منها من البرامج الحديثه التي تؤهل ابنائنا بهذه المعارف والمهارات. دكتور مصطفى حضرتك اعلنت يعني ان كل الجداول الدراسيه موجوده متاحه للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي، الدراسه تنتظم من بدايه العام الدراسي، لو تكلمنا عن هذا الشق والشق الاهم وهو التسكين في المدن الجامعيه واشراف حضرتك على هذا الموضوع. الحقيقه الجداول الدراسيه معلنه امام الادارات شؤون التعليم والطلاب في الكليات 17 منذ اسبوعين قبل بدايه الدراسه، رفعناها على منظومه ثينكي او المنصه التعليميه الجديده اللي وفرها المجلس الاعلى للجامعات، وخليني اشكر مع الوزير الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور اللي بذل جهود مع الاستاذ الدكتور محمد لطيف في توفير هذه المنظومه من خلال بنك المعرفه المصري، دربنا عليها كل القائمين على من اعضاء التدريس على توليد المقررات الدراسيه، تم رفع المقررات الدراسيه ووضع الجداول الدراسيه على هذه المنظومه، ابناؤنا اليوم يستطيعون الدخول على منظومه ثينكي للتعرف على
الجداول الدراسية، كل طالب يعرف أين يذهب ومتى يذهب لتلقي محاضرة. بل إحنا من الساعة 8 صباح هذا اليوم هناك محاضرات تجري من كلية الطب وكلية التربية النوعية، وقد زرت ثلاث من هذه المحاضرات قبل هذه المداخلة. التسكين في المدن الجامعية، نحن استقبلنا أبناءنا من طلاب الفرق العليا من الثانية، الفرقة الثانية حتى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس. منذ ظهور النتائج استقبلناهم من خلال منظومة الدخول الإلكتروني على المدن الجامعية. أيضا أبناؤنا الجدد الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق، بمجرد ظهور النتائج استقبلناهم من خلال المنظومة الإلكترونية أيضا، وتم وضع المعايير للمفاضلة بين المتقدمين. للحقيقة المدن الجامعية تمنح التسكين لقرابة 3000 طالب من قرابة 70000 طالب الموجودين في الجامعة، فكان يجب أن احنا نضع معايير، وضعنا معايير وتم الاختيار، واستقبلنا أبناءنا الذين وقع عليهم الاختيار منذ يوم الخميس، منذ 3 أيام للتسكين، وجرى التسكين الخميس والجمعة، والنهاردة إن شاء الله نستكمل التسكين علشان أبنائنا ينتظموا في الدروس اللي هم انتظموا فيها بالفعل منذ 8 من صباح اليوم الأول. دكتور مصطفى، دائما ما تؤكد أن جامعة سوهاج تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي داخل الجامعة، ماذا فندم عن هذا الشأن مع انطلاق العام الدراسي؟ يمكن أنا أشرت إلى منظومة ثينكي، ودي منصة تعليمية وفرها المجلس الأعلى للجامعات لرفع كافة المقررات الإلكترونية. لا يوجد كتاب ورقي على الإطلاق في جامعة سوهاج منذ العام الماضي، كل المقررات مقررات إلكترونية مرفوعة على المنصة. منظومة الدفع للرسوم الدراسية ورسوم الالتحاق بالمدن الجامعية ومنظومة دفع رسوم الكتاب الجامعي كلها تتم إلكترونيا من خلال الدفع الإلكتروني. يستطيع الطالب أن يدفع من أي مكان، الطالب يستطيع أن يدخل على منظومة ثينك الآن ويجري حوارا مع أستاذه الذي رفع المقرر الدراسي. فهذه المنظومة منظومة تفاعلية، ليست منظومة جامدة من ناحية واحدة، ويمكن إجراء مجموعة من الاختبارات الإلكترونية من خلالها. منظومة التحول الرقمي تسير على قدم وساق في جامعة سوهاج اتساقا مع كافة التوجيهات التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور. فندم، عاوزين نتكلم عن مقر الجامعة الجديدة أو فرع الجامعة الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، لو تكلمنا عن يعني آليات العمل هناك خلال العام الدراسي، مسألة توفير وسائل المواصلات، الاهتمام بالطالب في هذا المكان. لا، الجامعة الجديدة على مساحة 720 فدان في الظهير الصحراوي الغربي، هي مستقبل ليست جامعة سوهاج فقط لكن مستقبل الشعب السوهاجي. نحن أوجدنا فيها حاليا ما بين 17 كلية، 11 كلية موجودة واستقبلت الطلاب منذ اليوم الأول النهاردة. سنقوم بنقل أيضا كلية الصيدلة بعد شهرين من الآن إلى المقر الجديد، أيضا سنقوم بنقل كلية التربية النوعية من المقر القديم إلى المقر الجديد. الظهير الصحراوي الغربي وجد منا يعني جهاد ومثابرة عشان نحول اللون الأصفر إلى اللون الأخضر لكي تصبح جامعة خضراء في حضن الجبل. الحقيقة الجامعات هناك، إن شاء الجامعة هناك هي مستقبل التعليم في سوهاج. يعني إحنا متأكدين إن شاء الله أن في خلال الأيام القليلة القادمة جامعة سوهاج الجديدة ستمثل مستقبل التنمية، ليس للشعب السوهاجي فقط لكن لكل جنوب الصعيد إن شاء الله. عاوز تقول إيه النهاردة لطلاب جامعة سوهاج وخاصة الطلاب الجدد اللي انضموا ل يعني قوة الجامعة هذا؟ بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أولا إحنا من اليوم الأول متواجدين معاكم في كل ربوع الجامعة، من أول بوابات الجامعة للمدرجات للفصول الدراسية للمعامل. مفيش أي حاجز بين أو الطالب وبين القيادات الجامعية، سواء كان رئيس الجامعة أو السادة النواب أو السادة العمداء أو السادة الوكلاء أو رؤساء الأقسام. بنقول لأبنائنا الطلاب، وده اللي قلته في المدرج منذ لحظات، لو عندك أي شكوى أو حتى مقترح يرقى المستوى أن احنا نناقشه مع حضرتك، اتفضل في أي وقت وإحنا هنسمع شكواك ونعمل على حلها فورا. هنسمع مقترحك، ولو له مستوى التطبيق احنا ممكن ناخد مقترح من الطلبة، وليه لا ما ناخدش مقترح من الطلبة يبقى له علاقة بالعملية التعليمية ونطوره ونطبقه على أرض الجامعة. بنقول لهم الجد ثم الجد ثم الاجتهاد هو المنظومة اللي يلتحق بها الطالب في جامعة سوهاج، واهلا وسهلا بيهم، ونتمنى لهم عام سعيد ان شاء الله في ظل رعايه مع الوزير الاستاذ الدكتور ايمن عاشور، وفي ظل القياده السياسيه الرشيده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكركم على ارض جامعه سوهاج. شكرا. اذا اعزائي المشاهدين، هكذا كانت الصوره هنا في محافظه سوهاج، انطلاق العام الدراسي الجديد على مستوى جميع مدارس المحافظه وايضا في جامعه سوهاج. هكذا كانت الصوره هنا احمد يا جمانه، وليكم الكلمه. طبعا الزميل العزيز محمد رفعت، نشكرك جزيل الشكر، والشكر موصول كمان لضيفك الكريم.